صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حكم المنون عليك غالب، غالبته أو لم تغالب. لا شك أن سهامه في كل ناحية صوائب، فليطرقنك طارق لو كان دونك ألف حاجب. لا تدفع الموت الجنود ولا الأسنة والقواضب. أين الملوك الطالعون على المشارق والمغارب؟ ذهبوا كأن لم يخلقوا، والكل في الآثار ذاهب. قد فاز من لاقى المنية وهو محمود العواقب. هنيئا له. كثير من الناس الآن تحت التراب ما لحقوا يتوبون. بلي دير بالك. قد فاز من لاقى المنية وهو محمود العواقب، متمسكا بولاء عترة أحمد من آل غالب. فإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنوائب، فاذكر مصيبتهم بعرصة كربلاء، تنسى المصائب. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب، ها نحن بعدك يا غريب الدار أصبحنا غرائب. تالله لا أنسى الحسين وقد وقفنا به الركائب،
مستأثرا ما الأرض. قالوا كربلاء يا ابن العطايب جانا الخبر عنك يا طف الغادري. يقولون عندك مردة وكبد الزكية. اي بارك الله فيك. بعد اريد منك تطول هالونة لا اتعبك انا. ولا يقولون عندك ما بقى شيخ ولا شاء حتى رضيع حسين قلبه من العطش. وبساعة واحدة راس بنت المرتضى شاب من عقب غزها لبست ثياب الرزيع. يقولون في ساعة زفافا ذبح جسام صارت عليه شلون ضجة وسط الخيام. ومن شافت أم الحزينة مطبر الهام صاحت يا ولدي شال عريس لك شر علي. يقولون الأكبر قطعه وجملة وصاله وحسين من عظم البلا ما قدر شاله. من وصل صوت العقيل اندهش باله واختار يبقى لو يريد للهاشمية. يقولون عباس ذباح صوب الشريعة وحسين ظل يبكي على جفوف القطيعة. أين الصارخون حسين بعد زلزل الماتم وياي الليلة. قولون عباس ذباح صوب الشريعة وحسين ظل يمشي على جفوف القلب. وضاقت عقب عين العزيز شلون ضيعه غصبا عليها تسلبت في القاضري. واخو سيناء يمكن اعظم بيت فيها القصيده هذا الاردقران بس انطوا حقه. ولا يقولون قين القمر راحت لجل ما تشوف. ليش راحت عيون ابو فاضل يا شاعر احكي لنا خلي نغرف وشيل البيت ويا. يقولون قين البطل راحت لجل ما تشوف جسم ابو اليم حسين يتبضغ بالسيو. اين المتفجعون حسين وام الخدر والصان تتستر بالجفوق علات تصد بعينه عين اختزت. الليلة الحكي عن كربلاء القلوب كلها بكربلاء لولا. اي والله بس خل تنتهي عشرة عاشوراء شوف الواد مشدة والرحال وين رايح عمي جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالوا ام يسرينها. ورايح الواد من كل انحاء العالم داخل على العراق وصيحون يلي بلا ناصر بقى ونحز وريد. جينا نزورك من مكانات بعيد ونزور أولادك والأرواح السعيد. وعدنا سؤال سايلك جاوبنا يا حسين عن طفلك المذبوح ما ندري بقبره.
جواب لسان الحال يا شيعة الزهرة، طفلي على صدري والسهام نابت ابنه، وعباس اخوي على الشريعة بغير شفيان. آه يا كربلاء نلت الفخار دون الأراضين، نلت الفخر يا غضرية بنزلة حسين، تغنى لك الزوار من كل البلادين. لوين يا زوار قالوا الغا ما تحكوا ويانا الليلة، ما تحب تزور امامك كلك صحوا وياي. لوين يا زوار قالوا لوين يا زوار قالوا أرض لطفو انزور الذي ظل وبلي روس وجف وحصين مرمي والعوادي فوقه الطو شالوا براسه وظلت الجثة رمي. زين إذا زرتوا الحسين وين تعرجون النوم؟ وبعد الزيارة تروح للحاير الشيعة، من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة، تزور القمر الأزهار أبو جفوف القط. شيال بيركم وليث الغاضر. وحسينا أقرأ بعد أبيات عن كربلاء بس وياي ساعدني غفر الله لك. مالك عذر عند البتول أو ساير الناس، فيك انذبح جسام والأكبر وعبا، وصدر أبو اليمة بتربتك بالخيل يندى، وبتربتك حرقا وخيام الفاطمة. احجلنا يا كربلاء، قالت ارد احجي لكم بصيح وياي. ما بي افصل لك خبر وادري تريده، عريس جسام ذبح حنا تبيد، والاعظم على حسين الكسر ظهره اضيده، عباس اخوه اغلى الشريعه بغير تشفين، لكن على الاكبر اش سوى حسين منطح، استعفى من الدنيا ودمع على الوجه انساح، نادى يا ابويا يا علي ريت العمر راح. اخر بيت اقرا من ملا علي بن فايز، اعود واقرا عليك. يلا. برض المدينه روضه، وبغداد فيها روضه، وانت عليهم فزتي بالجثة المرضوض. يلا. بغداد فيها روضة، برض المدينة روضة، أعودها عليك وياي. برض المدينة روضة، بغداد وانت عليهم فزتي بالجثة المرض، وعلى حسين واحد ما تنعي الليلة، على حسين على حسين لكن الأمر لله.
والعاقبة للمتقين. ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. احنا اهل التوحيد، احنا اتباع آل رسول الله اللي يعاب علينا، وكثير من يرمينا بالشرك والكفر والعياذ بالله. وهذه لغة العاجز اللي يرمينا بالشرك والكفر عنده هدف، يريدنا نخضع ليزيد. احنا هاي ما نسويها، امامنا ما سواها. واذا انت عندك الدين يتمثل بيزيد، لا، احنا اتباع آل رسول الله اللي يدلونا على التوحيد الواقعي. لان اي واحد اذا انتبعه ما نكفره، نقول مسلم بس ضيعنا، ما يدلينا على الله، لأن الله ما يعرف بعد رسول الله إلا على ابن أبي طالب. سألني شلون. أي تقرون في سورة طه: وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. بعد ربي موسى وهارون، ليش الله ما اكتفى بذكر رب العالمين قال ربي موسى وهارون؟ القرآن يقصد، القرآن يعني، لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه أبدا. قال رب العالمين اللي يعرفهم وما يعرفونه، عباد الشجر، البقر، الحجر، عباد الأصنام، ذول عبيد الله شاءوا أم أبوا، رب العالمين. لكن ربي موسى وهارون اللي يعرفهم ويعرفونه، هالخصوصية عند رسول الله وعلي بن أبي طالب، لأن قال فيه: يا علي أنت مني بمنزلتي هارون من موسى. فلكل ما لهارون ولموسى تلقى عند رسول الله وعند علي بن أبي طالب وزيادة. فهو الدليل على الله سبحانه وتعالى. بعد الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله يقول للنبي: روح قل لهم إذا تحبون الله، الله ما يحبكم هيك، اتبعوني أنا النوبة الله يحبكم. اسمع الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زين، النبي صلى صام حاج، احنا نتبعه، يا ترى احبنا الله؟ صرنا احنا متبعين
ما ندري، بس فرد واحد نقدر نجزم أنه متبع لكل ما للاتباع من معنى. ليش؟ لأنه انطبق عليه القانون، قال صحيح مسلم: لأعطين الراية غدا إلى رجل كرار غير فرار. شنو؟ إيه هذا يحبه الله. فما دام يحبه الله، الله ما يحب واحد من دون أن يكون تابع للقانون، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلي هو المتبع لرسول الله. بعد أكو إشارة. اليوم الإنسان أفضل المخلوقات بالعقل، لأن الله كثير يعتمد على العقل، أكثر من 41 مفردة بالقرآن تقول أولي الألباب يعقلون، على العقل يعتمد. أول حديث يروي الكافي الشريف للكليني رحمه الله يقول: قال رسول الله، بل عندما خلق الله الإنسان وأودع فيه العقل قال له: أدبر، بالك وياي، أدبر، أحسنت حجينا، أقبل، أقبل. قال له: بك أثيب وبك أعاقب. للحديث صلة تكملة. قال له: ولأمكننك في من أحب. هسه هذا العقل البشري واستنتاجه وكل ما ترى في العالم من يوم خلقت الدنيا إلى يومنا هذا، يقولون العلماء ما استعملنا من طاقة العقل وقدرته أقل من 2%، وهذا الإنتاج كله. العقل الكامل الكبير الذي مكنه الله عند من؟ ولأمكننك في من أحب. الله يحب من؟ ها النص اللي عندنا يحب من؟ يحب عليا سلام الله عليه. فالعقل الكامل عند علي روحي فداه، هو الدليل على الله. اسمعوا شو يقول: ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. كل قائم بنفسه مصنوع، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله، غني لا باستفادة، قوي فاعل لا باضطراب آله، الذي لا يحول ولا يزول ولا يجوز عليه الأفول، لم يلد فيكون مولودا، ولم يولد فيكون محدودا، جل عن اتخاذ الأبناء، وطهر عن ملامسة النساء. أول خطبة تقراها في نهج البلاغة في التوحيد: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. فمن وصف الله تعالى فقد قرنه، ومن قرن فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأ فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد عده، ومن عده فقد حده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علامة أخلى منه، كائن لا عن حدث. الله رب الأرباب. اليوم هذا المنبر سوته أيادي، الحسينية سوتها أيادي، لكل معلول علة. رب الأرباب علة العلل لا معلول،
لم يلد ولم يولد، كائن لا عن حدث. وبس تفكر بهاي المعنى التيه الضيع. لذا الله يريد من عندنا أن نستنتج قدرته وعظمته. شو يقول الإمام علي؟ وإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم. اللي يعرف عظمة الله ما يتفخروح على الوادم، ما يتكبر، ما يتعظم. فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له، وسلامة الذين يعرفون ما قدرته أن يستسلموا له. اللي يعرفون قدرة الله يستسلمون إليه. وين بينا على الله؟ كافي رب العالمين يودينا أصغر جنوده. هذا لما ما إجا يهدم الكعبة، الله شنو ودالة ملائكة قتلته؟ ها ودالة سباعة افترسته، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. النمرود أول من ادعى الربوبية، تدرون الله بيش قتله؟ ذبانة دخلت بخشمه وقتلته. فرعون قتله بمادة الحياة بالماء. شايف لو بس كافي يأمر الماء يطغى علينا 100 متر ويمشي بالساعة سرعة 200، يشلع البيوت والعمارات وما يخلي شيء. سبحان الله تعالى عما يصفون. لذا الله شقد رحمة، بالله عليك احنا نعرف بعضنا، كلنا ذنوب. الله شقد كارمنا. اكو قول للإمام علي يقول لو تكاشفتم لما تدافنتم. لو تعرفون بعضكم البعض مثل ما الله يعرفكم كان ما حد سلم على الثاني، كان ما حد دفن الثاني. لكن الله يدري بينا ويدري بنوايانا. مع هذا كم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. بري صلوات على محمد وآل محمد. حياكم الله سعادتنا. تسمعني بارك الله فيك. وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. إذا أكو ظالم وأكو إرهاب، هو عدنا إحنا البشر اللي ما يرحم بعضنا. ربنا تعالى الله عما يصفون. ربنا في دستور السماء تقرأ عنا يوميا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا رب الأرباب. إذا تريد تعرف الله وكون تعرفه حتى تأدي حقه بالعبادة. لأنه يقول الإمام الحسين عليه السلام إن الله خلق الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه. ما يمكن أن تأدي حق عبادة الله وأنت ما تعرفه. لذا تشوفون العبادات تختلف، عبادة العالم تختلف عن عبادة الجاهل، وعبادة الإمام تختلف عن عبادة العالم. شايفين الإمام زين العابدين يقول إذا قام يتوضى يرجف، العبد يقول له سيدي الدنيا مش برد ليش ترجف؟ قال أنا ما أرجف من برد، أنا أردوقف بين يدي الله. هاي اللي يعرفون الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعرفون الله. ومنين يعرفونه؟ من خلال نظرهم. الآن نقرأ الآيات أنا وياك حتى تشوفون قدرة رب العالمين. يقول الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بعد ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعد التفكر شنو صار؟
دعاء يعني عبادة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم اللي خاف من الله يعرف من هو الله. اقرأ في الواقعة، قل بلي أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. بعد هاي الرؤية كلها فسبح باسم ربك العظيم، تسبيح عبادة. شوف شلون أقرأ في سورة ياسين، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أقرأ في سورة القصص، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. أقرأ في نهاية سورة الملك، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هاي الرؤية كلها الله شريد من عندنا أن نلتفت للعظمة للقدرة. لذا من تنظر إلى حواليك، الأديب اللي بدت بأبياته ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد وفي كل شيء له آية من تدل على أنه واحد. اقرأ معي الآيات، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أقرأ في سورة النمل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم عادون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل هم لا بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض
أإله مع الله قليلا ما تذكرون، إلى أن يقول أمن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. هاي الالتفات أخواني تقودنا إلى معرفة الله، طبعا بإرشادات وتوجيهات آل البيت، هم الأدلاء على الله. مو تقرأ أنت بالزيارة السلام على الأدلاء على الله، وهاي الخفايا من تلتفت إلها يكون مصداق لقول الإمام علي: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هذا النون المصري ينقل قصة حلوة، يقول فرد يوم كنت أغسل قميصي يم بحر النيل، شفت طلعت رقة سلحفاة يم النهر يم الراق، لكن اللي ألفت نظري اجى عقرب صعد على ظهرها، ولما استقر ما غاصت بالماي ظلت تفوج. قلت هاي مو خالية، خلي اتبعها. تبعتها صارت ذاك الجانب، نزل العقرب وردت للماي، تبعت العقرب وين يروح هذا شنو عنده، الى ان شفت ولد اكرم الله محضركم سكران ويم اوان الخمر وطايح مغمض ثمل. شو اللي يسوي العقرب هذا؟ صار قدامه، وصل بوقت صل فرخ حية واصل يم الولد، قابلها العقرب وظل يضربه لما ما قتله وانا عاين. الولد فك عينه شاف عقرب يقتل على حية، حسب هذا الامر طبيعي، ابتسم وكمل نومته ودار وجهه عنهم. وأنا صرخت عليه: يا راقداً والجليل يحرسه من كل سوء يدب في الظلم، كيف تنام العيون عن ملك تأتيك منه جلائل النعم. شلون تنام؟ لذلك يعشقون الله، يقول عنهم رب العالمين في حديث قدسي: كذب من يزعم أنه يحبني فإذا جن عليه الليل غفا ونام. ليش ما نام؟ قال: أوليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه. أقرأ الآية: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قليل نام، يقضي الليل بالعبادة. لذا رب العالمين في وصف للعباد في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقضونها دعاء وعبادة. هذا اللي يعرف الله. رسول الله العظيم كان بالنهار يبلغ لدين الله، وإذا جن علي الليل ينفرد حتى مطلع الفجر قائم يصلي. لما ما خاطب رب العالمين: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالحكي عن آيات الله كثرة وين ما تلتفت. الآن اسمع شرد، أقول لك من أبرز آيات الله، هذا نص كلام شيخ محمد حسين آل كاشف الغطى رحمه الله لما سألوه عن التربة الحسينية، قال: حقا إن من أعظم تلك الآيات، بس التفت لي، التي نمر عليها في كل وقت وعلى كل حال هي هذه الأرض التي نعيش عليها ونعيش منها ونعيش بها، منها بدؤنا وإليها معادنا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. لا نزال نمشي على الأرض ونثير ترابها للحرث والنسل، ونقلبها للغرس والزرع، ونتقلب عليها للضرع والمرق،
ونزاولها في عامة شؤون الحياة، ولا تزال تدر علينا بخيراتها وبركاتها، ونحن ساهون لاهون، وعن آياتها معرضون غافلون. هذا التراب الذي نعده من أحقر الأشياء وأهونها، وهو في رأي العين عنصر واحد وشيء فرد، كم يحتوي على خواص لا تتناهى وعناصر لا تحصى. تنثر فيه حب القمح مثلا فيعطيك أضعافا من نوعه، وتنثر فيه الفول والعدس وأمثالهما من القطانيات المتغايرة الخواص المتخالفة الألوان، فيعيدها إليك مضاعفة مترادفة. وتغرس في ذلك التراب أقلام التين والتفاح وبذرة الكرم ونواة النخيل، وتعيدها إليك أضعافا مترادفة. التراب يخرج لك البطيخ بأنواعه، أصفره وأبيضه وأحمره، بتلك الروائح الطبيعية العطرة، وكله حلو منعش. ويخرج لك الحنظل وكله مر مهلك. هذا والتراب واحد والماء واحد والنتائج مختلفة. وأعظم من هذا أثرا وعبرا ما يخرج من المعادن الذهب والفضة والفيروزج، كله من التراب. نعود إلى الأرض ونقول الأرض هي أم المواليد الثلاث، الجماد والنبات والحيوان، وتعود إليها. منها هي الداء، منها الدواء، هي الحياة، هي الممات. وقد تحصى نجوم السماء، أما نجوم الأرض فلا تحصى. دقنك من النبات والأشجار والفيروزج والأحجار، ولكن هلم إلى هذا الإنسان الذي فجر الذرة والطاقة، هل يعود ويتلاشى إلا إلى التراب؟ ولعل من أجل شرف التراب وقداسته كنا رسول الله أحب الخلق إليه ووصيه عليا بأبي تراب. وكانت من أحب الألقاب والكنى إليه، لذلك استخرج منه عبد الباقي العمر: يا أبا الأوصياء أنت لطاحا صحره وابن عمه وأخوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، وآباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له، وأنت أبوه. زين التراب الآن اللي استحضرت أنا إلى قدسيته، وهو آية من آيات الله، كل شيء من التراب. لكن أكو تراب إلى طهارة وقدسية، وهو تراب كربلاء. بلي، الآن يعاب علينا، يجي واحد يحكي لك بقانون الطب، يقول يا شيخ ليش تضحك على عقول الناس، التراب يمرض. اليوم شوية صار تراب، الناس قعدت في بيوتها، إذا الماي في تراب ما يشربونه. أنتوا تجون تكسرون هالقاعدة وتقولون التراب مو ما يمرض، لا يشافي. منين جبتوها هذه؟ اسمع الجواب. التراب احنا ما قلنا اكل بمقدار كيلو،
ها، وإنما الوارد في عند الفقهاء بمقدار الحمصة، وهذا إذا ما يشافها ما يمرض، لأن ذول شيبتنا يتذكرون قبل 50 سنة وأكثر الوادم شنو كانوا يشربون؟ ماي نقي، ها، من يجيبون الماء كانوا من السواجي، ما تمرضوا ولا ماتوا. اثنين، يلي تؤمن أنت بقانون، قانون الطب وقانون العقلاء، تؤمن بقانون اسمه قانون الله لولا، ها، قانون الله تقبله لولا، زين، النار عد كل القوانين محرقة لولا، لكن إذا الله راد النار تحرق، ها، قلنا يا نار كوني بردا. بهالقضية قضية الحسين يتدخل قانون الله، بلي يتدخل قانون الله، يريد يكرم هذا العبد لأنه يمتاز على سائر المخلوقات، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها، نبي، فمن زيد هناك، ومن عمرو، إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله، والصنو والصهر له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية، ذرية منه 9 أئمة حق، لا 8 ولا 10. الآن اسمع النص اللي أورد القرآن. تدرون موسى عليه السلام لما راح لميقات الله وخلى أخوه هارون خليفة عليهم، شنو اللي غرهم؟ السامري، مو؟ إيش سوى السامري؟ سوى عجل، عجل من ذهب. زين، شلون قدر يغر الناس ويغشهم؟ لأن الناس عندها عقول، شلون عبده والعجل؟ من إجا موسى وغضب غضب شديد وزعل، حاكم السامري، التفتوا يا مسلمين، قال له أنت إيش سويت؟ قال له بصرت بما لم يبصروا به، لأن القافلة من طلعت، قافلة موسى من شقت الماي وطلعت، آخر واحد بهالقافلة منه السامري. فرس فرعون ما دخلت للماي، ما رضت. الله دز جبرائيل على فرس، تبعها فرس فرعون، يقول أنا من التفتت شفت الفرس اللي راكب عليها جبرائيل، الفرس قرآن يقول عنها هذه، وقروا في التفاسير، تفاسير المسلمين كلها تقول هذا الحكي، شفت الفرس من تسحق التراب ينمو، راح يقول قبضة من أثر الرسول، هذا نص القرآن، أخذ قبضة منين؟ من أثر الرسول، يعني الحافر من تسحق فرس جبرائيل على التراب راح أخذ من ذلك التراب قبضة، يعني صم تراب وضم عنده. تدرون التراب إيش سوى؟ تراب اللي سحقته فرس جبرائيل، تدرون إيش سوى التراب؟ ها؟ لما ما سوى العجل من ذهب وخلى بي من هذا التراب صار لخوار، ظل يطلع صوت، صار عليه وبر، يعني أحيى الجماد هذا التراب. زين، تراب سحقت فرس جبرائيل هيك يسوي، شو تقول بالتراب اللي سال عليه دم الحسين؟ لا بالله عليك، جبرائيل خادم الحسين يهز مهده، فرس جبرائيل سحقت التراب، هيك انطت قابلية وخاصية، فما بالك بتراب وطأه الحسين بن علي، ما بالك بتراب وطأته بنات رسول الله. ايش قد مقدس هذا التراب يا اخويا، احنا نقدس التراب لهذا المعنى، واضافة على هذا من تجمع كله، ترى خبر التربة يدرون العلماء وما يغيب على جنابكم، خبر تربة كربلاء مش بس احنا نرويه، هذا اجماع المسلمين،
خبر التربة عن أم سلمة كل المسلمين يرونه. لهذا أبو عبد الله لما خرج من مكة توجه إلى التخطيط المخطط له حيث مصرعه ومدفنه، وتواجه بعض الأشياء أنا أنقلها لكم على السريع. أول شيء في زرود التقى بخبر مقتل مسلم ابن عقيل، لما أكمل طريقه راح إلى مكان صحراء، وصل إلى خيمة خباء، صاح يا أهل هذا الخباء، طلعت مرة، هذا بيت وهب وهب. قالها وين وهب؟ قالت له راح يجيب ماي، أكو شجرة يابسة الإمام انتجى عليها ورقت، أكو بئر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تستكثر هذا على الإمام؟ صادق. خامس أصحاب العبا، يصير معلوم عندكم إخواني خلاصة الكون وصفوة الصفوة وأسارة البشرية آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مولانا ما يعظم الإمام بعيني، هذا شأنه، هذا واقعة. يقول بصغ بالبئر نبع فيه الماي، المرة صاحت على عمتها: عمة لعل المسيح حل بساحتنا. وين عرفت المسيح؟ لأن الله يقول عنه: وجعلني مباركا أينما كنت. هي هاي عمية طلعت: أيها العبد الصالح. الإمام بس مد إيده بالدعاء، المرة رد عليها بصرها، قال: سلميني على وهب إذا رجع. قل لي لجاءك من جاءك ليلا، جاءك بالنهار يطلب نصرتك، إذا شاء السعادة الأبدية فليلتحق بركبنا. رجع وهب وشاف الماي والطير يفتر على بيتهم. من حل توا جديدين عهد بالدين الإسلام، كانوا نصارى، هو بالليل شاف الحسين بالرؤيا وأسلم على إيده. أمه سولفت له، توا متزوج، انفرد بخيمته ويا زوجته. قالت له: وهب مو تتداخل بقضايا قتل وقتال، جديدين عهد بالزواج، وسمعت الأم الحرة العربية الولائية. دخلت، رحمك الله يا ابن فايز، يلا خلنا نقرأ بعد وياي، بارك الله فيكم. دخلت والعصابة بإيدها، وذبت العصابة بحضن وليدها: يا وهب شد ضغونك وانا معك شيالة، والحق عزيز الزهراء يا ضغم الخيال. أعود عليك وتقرأ وياي: يا وهب شد ضغونك وانا معك شيء، نلحق عزيز الزهراء يا ضغم الخيل. يما انا الخاك والنخوة عربية، اريدك تجد بول وصية، ونروح الأرض الغاضرية وتنشتل دون أهل الحمية. هاي اقراهم بالمقدمة حتى لا بعدين أنساهن. قالوا الرد عاشوري: أنا نخاك والنخوة عربي، أريدك تجد بول وصية، زلزل الماتم، ونروح الأرض الغاضر. ونروح الأرض الغاضر وتنشتل دون أهل الحمية، تنشتل دون أهل. وبالفعل التحق بالركب الحسيني، تسمعها ليلة سادسة من محرم، والإمام لا زال جد السير في مكان نام قبل أذان الظهر، يسموها القيلولة العلماء ينامونها.
نام الإمام وقعد قال إنا لله وإنا إليه راجعون. علي الأكبر فقيه عالم قال له سيدي استرجعت، والله يقول إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، شنو صاير؟ قلت إنا لله. قال له بني رأيت رؤيا وهي الصادقة، ما تكذب هاي الرؤيا. شنو رأيت؟ قال رأيت كأننا نسير ومناد من خلفنا ينادي القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال لأبا أولسنا على حق؟ قال بلى. قال لا نبالي، وقعنا على الموت، هل بك يا مولاي أم وقع الموت علينا. وجد السير في الطريق، شافوا بالخارطة الطريق سمح، لكن يشوفون قدامهم نخل، قالوا أضلينا الطريق. الحسين أرسل واحد قال روح تأكد وتعال، راح ورجع قال سيدي هذا مو نخل وإنما هذا جيش جاينة، جيش. وإذا الحر ويا ألف خيال، حسين ملك اللي يسقي له بالطريق ألف خيال وخيلهم، ها هذا ايش عنده؟ ايش طالع؟ هذا سلطان ملك. هذا اتأخر واحد من قافلة الحر بكثر ما عطشان ما بينوخ الراوية ويشرب، ايش سوى الإمام الرؤوف؟ هو قام سقاب ايده، انا ما اريد يعني اجرحكم واقسي عليكم، بس قريت في بعض النسخ هذا اللي سقى الإمام بايده سقى خوش جاز الإمام. عين الخاتم يلوح بخنصر حسين الشهيد، جامد عليه الدمى واحنا يحز بخنجرة. ولا أقسي عليك أكثر؟ يستاهل أبو علي، شيل البيت وياي. ايش سوى أبو علي؟ مد أبو سكنة يمينة وقطعها ومد الشمال، رد براها والأكوان تزلزلت والعرش مال. ولا وحسينة. المهم التقى الإمام بالحور، صار وقت أذان الظهر. الحسين قال له يا حور صلي بأصحابك وأصلي. شوف الأدب، اللي يحترم أهل البيت الله يكرمه. قال سيدي شلون أصلي؟ أنت موجود، نصلي خلفك يا ابن رسول الله. صلى خلف الإمام، وبعد هذا فرغ من الصلاة وإجا واحد ملثم نطل حر رسالة قراها، تبين كاتبين فيها وين ما تشوف الحسين تجلبه، لو تقطع رأسه لو تأخذ من عند البيعة. قال له سيدي الأمر هكذا، وأنا محسوب على الدولة وإذا ما أمتثل أعاقب. قال له أنا مالي غرض في كلامك، أنا أكمل طريقي. قال أقطع عليك الطريق. زين ألف خيال وأمرهم الحور ظلوا يفترون حول النياق، وفيها بنات رسول الله على بكائه. طلع العويل والصراخ، صاح الحسين ثكلتك أمك يا حر. قال له سيدي لو غيرك يذكر أمي لما تركت أمه بالثكل، بس أمك فاطمة. شوف الأدب، يحترم الإمام. الإمام هدفه يخبر، ريد يقول له تمنعني من إكمال مسيري وأنت من يموت معي. لذا صحح الفكرة عدهم. إجا لحسين شبه الليث يهدر ينادي ودمع عينه عليه ينثر، أمك ما خطت من سمتك حر. حنا ظهر عليه وصاح يا ويل، ومن نادى الرجس يا خيلنا وصاح، عمامة غيض سلت بيض الاصفاح، بهذيك الخيل صاحت كل بني رياح، زعيم الحر عجب ينداس بالخيل، العشيرة شالته بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالته. وين السادة يسمعون صوتي؟ ها
شالت الغيرة بس ظلوا الما عدهم ضحايا على الثرى من غير تقصير. قال له سيدي إذا أرد أخليك تكمل المسير ما تطب للكوفة ولا ترجع للمدينة، غير طريقك. إيه ما يخالف أغير الطريق. قال منو يندل هنا؟ تقدم الطرمح. أرد أسألك بالله عليك يا شباب، لو الآن يقولوا لك تعال اخدم عند ضريح الحسين تتشرف لولا، ها؟ إذا يقولوا لك تعال قود ناقة الحسين تتشرف لولا، يلا أريد تحدي بناقة الحسين بالله أشوفك. وتقدم الطرماح، قال له هدي النياق حتى تمشي براحتها، وهذا لزمزماء من ناقة. وتقدم يا ناقة جد السير يا ناقة الحين، ومن الذعور انهاج بالج تذعري يا ناقة جد السير، وامشي بهدايا لارض الطفوف نريد بيها النغاية، نضحى وشربنا يصير كاس المنايا، كل احنا فدوى نروح لأولاد الحسين. ما تفديهم؟ كل احنا فدوى نروح يا ناقة جد السير، وامشي بسلامة لارض الطفوف حسين عزمة ومرامة، من طيب زم وشال هو وعمامة، مقصودة يحمي الدين لا ينمحي الدين. إلى أن وصل إلى مكان وقف فيه الفرس، غير إلى اثنين ثلاث إلى سبعة أفراس، ما تحرك. سأل أصحابه ما اسم هذه الأرض؟ قيل هذه نينوى، قال ألها اسم غير هذا؟ قيل الغاضريات، قيل ألها اسم غير هذا؟ قالوا شاطئ الفرات، قال لها غير هذا؟ قيل تسمى كربلاء، قالها هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تذبح رجالنا. أنا هاي ما أحكي، أنت تكملها. ها هنا تسبى، أين الصارخون؟ وضربه والخيام، وزينب متونسة تسمع صوت الحسين يامر، ما هي إلا أيام وما دامت الفرحة، وإذا تسمع يصيح وغربته ووحدته. أعظم بيت أقرأ هذه الليلة وهي قاعدة بالخيمة وتسمع، أما العزيز حسين يا زينب ذبحنا، وعمود خدرج بالفضل شف قطعنا، أما الولد الأكبر علي بالخيل دسنا، والقاسم العريس متوسد يمينا. أين المتفجعون حسين؟ وشلون رجعت بتالي؟ مو هاي أوامر الحسينية؟ يقول عادتنا كل ليلة رابعة في محرم نقرأ على أم البنين. ورجعت زينة واستقبلت ذيك الحرة، احكي لي يا زينب عن أولادي. قالت لها وولادك قتلوا؟ قالت لا، أسألك راس القمر عباس والشفين والعين، جعفر الغالي وعون وعبد الله الطيب، ومهم يا زينب أقل فدوة تروح لحس، ويسلم الوالي في طفوف الغاضري. ساعة
صاخت الحورة والدمع يجري بالخدود، لا ترتجي نحسين يم الأربع يعوب، اتعفر مع أولادك وما ضمتهم الحوق، عفوني كلهم في طفوف القاضري. البيت جارحة ليش ما يعودون؟ قالت كيف ان يعودوا طاغية خمد انفاسه من عقب ما سب الدعي وبرجل داسه، مكن الصارم في وطنه وقطع راسه، وصارت صوايح في طفوف القاضري. أين الصارخون حسين؟ وتركت أم البنين عافت زينب، وين رايحة يا أم العباس؟ قالت عندي حكي، وخلت صار الليل وإجت يم القبر المحد يندلة، تعرفونها منو؟ فاطمة. فاطمة سيدتي رجع الضغن، ابنك مقتول وبنتك مسبية، أعوذ بالله من عين لا تدمع ومن صوت لا يرتفع في هذه الأبيات. من سمعة الحكي يقول ما جت التربة الشريفة بالبواكي والوني، وصاحت الزهرة بقبرها شال خبر يم والله نسيتيني مسماري وتسقيط الجني، وحتى لطمة عيني هانت ويا ظل علم الكسو. هلا هلا أين الصارخون حسين؟ قولي يا ام عباس وش صاير بأولادي بعد؟ ترى ما حد على قلب الأم أعز من الول، أنشدك بالله تخبريني ترى قلب مرة، ومن ذكرت حسين وزينب قلبي شطرين انشطر. أين الصارخون؟ ويلاه ويلاه ويلاه. البعض يقول أنت تقسي علينا، سامحني أريد أقرأ هالبيت. أم البنيت تقرأ تعزية للزهرة، ولا صاحت أم عباس يم حسين ما جورة ترى، حسين ضل عطشان والصارم يقطع منحر، ومن عقب ما عاين أحلم جزر فوق الثرى، واخوته وجملة صار قبال عينه تعتفر. آه وسمعي يم حسين برض الشام بحسين شجرا، بخيزران ثغره تهشم وزينب تنظر، وبنت بس ما عاينت أسنان أبوها مكسرة، حضنت الراس بحجرها وفاضت الروح بقهار. أين الصارخون حسين؟ آه آه صاحت أم حسين يا أم عباس ذابت مهجتي، كني ما لي نصيب ارتاح حتى بتربتي، ما كفى العدوان ضربي وغصب حقي وسطرتي، وحتى اولادي عليهم صوبوا سهم القدر، ضلعين مني كسروها بصاير الباء. تعبان يا مولاي؟ اقرا على الزهرة الاولى يلا وياي. ضلعين مني كسروها بصاير الباء، وحتى جنيني سقط مني فوق الاعتاء، وقلت العواب
رب أولادي محد منهم انصاب تالي هماس الماو من الدنيا الدنيا. ودعت قبر الزهرة وأجت أقرب بعد بيتين وأسألك الدعاء وأجت يم زينب أقول سيدتي زينب أبو فاضل يستاهل أبكي عليه لولا أنشدك على راعي المحنة المحنة سوى الخوات من خن أنا أدري غيور وبيح ظنه وليد الشجاع وأغرفنه يا زينب ترى وإن كان مو راضي نغنى لروح الكربلة وغاتبن ايه قواك الله مجور لروح الكربلة وعاتبنا وحليب الرضا اختلخ ارمن لا يما يما على بختك ابو فاضل سوى ما صار رفع راسك يا ام البنين يقول وقفت ام البنين وعاينة الكربلة الحمد لله يا يما على نصيبي نصيبي حلال عليك يا وليدي حليبي زينب انا من اموت يستاهل ابو فاضل ارد كرمه تشيل البيت وياي صاحت من عقب موتي يا حزينه جحزيني وبراية العباس ابني شفني وبتربة حسين الشفيه حنطيني إن كان جبتوها من أرض الغادرية هذا بيت الدعاء سلامتكم لا تهيجون أحزان قلبي يا مسلمين لا تهيجون أحزان قلبي يا مسلمين مات وولادي لا تسموني ام الابني لو ماتوا اثنين وعلي ردوا اثنين بل كان علي تون جمرة المجاتيل وعلى حسين واحد زلزل الماتم وبدر الطين سبحانه سبحان انطيني سبحان هاي 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 اكو سبحان هاي هي احسن احسنتم بارك الله فيكم فرد دقائق ناخذ من وقتكم هسه حضورنا انا اعتقد اكثر من 1000 نفر قاعدين برا وجنابكم يهمكم الامر يعني على الاقل اذا 1000 من 100 ايش كثر يصير 100000 مو فأريد نسوي الصلوات ونهديها سيدتنا أم البنين لقضاء الحوائج يلا معي بارك الله فيكم اللهم صل على محمد وآل محمد 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 مو تتعبها اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 أي دعاء أي دعاء أي دعاء خاضع للقبول والرد إلا الصلاة على محمد وآل محمد. لذا يقولون إذا عندك حاجة صلي على محمد، وقول حاجتك وصلي على محمد، إذا ارتفع الدعاء الله يستحي من عبده أن يقبل أول الدعاء وآخر الدعاء ويترك الوسط. الآن وصلنا أكثر من ثلثين الصلوات، قولوا حوائجكم اطلبوها، بارك الله فيكم، اطلبوا حوائجكم وخلوا أبرز حاجة عندكم فرج الإمام عجل الله فرجه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، يا الله يا الله يا الله، ادعوا لنا كما أنا أدعو لكم ليلي، بارك الله فيكم. يلا، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثلاث صلوات بأعلى الأصوات. بارك الله فيكم. لمن مات على الإيمان تفضلوا بالدعاء سيدنا مولاي. الفاتحة مع الصلوات.